هاي الزاوية واضح هون عندي انه رايح على ناقص 360. ناقص 360 هو fourth order system. طبعا بدك تتأكد انك اخذت انت هون الهاي فريكونسي، مش يكون السيستم لسه في اشياء ثانية وانت رحت وقفت عند هاي الفريكونسي، فاهمين؟ خلص ما راح يتغير البودي بلوت بعد هيك، ما راح يتغير. شو راح يضل هذا عامل؟ نازل على ماينس 20 ماينس 80 دي بيس بير ديكيد، وهذا راح يضل رايح على 360. فورث اوردر يعني ناقص 90 درجة في 4 ناقص 360. هون لازم السلوب يكون عندي ناقص 80. كيف بدنا نتأكد انه ناقص 80؟ لو اخذنا هاي النقطة وتحركنا منها 1 ديكيد لقدام، فهادي عندي هون ناقص 50 جاي عند النقطة، ولا اخذ هاي النقطة، ناخذ هاي النقطة اسفل لحد هاي النقطة، فبدي احسب كم دي بي انا نزلت من هون لهون، هي ديكيد مضبوط؟ فانا نزلت تقريبا من 60 ل 140. هذه تقريبا ناقص 140 دي بي، وهي تقريبا ناقص 60، 60 ل 140 80. اذا هذا السلوب تبعه ماينس 80 دي بي بير ديكيد، اللي هو كانه ناقص 20 مضروبه في 40. هذا هون مينيمم فيز سيستم. IE no zeros in right hand plane of the S right hand plane للcomplex frequency domain. اوكي واضحة لهان. خلص هلا السيستم هون ما راح يتغير بعد هيك. امتى المفروض يكون اجى عندي دخل عندي السلوب تحول من ناقص 40 لناقص 80 عند اي فريكونسي؟ ثلاثة مش هيك؟ شوف وين الثلاثة، هي 10 to the 0 10 to the 1 عفوا 1 2 3 تقريبا عند النقطة هاي راح يتحول السلوب، هون راح يكون السلوب ماينس 40 دي بي بير ديكيد، وهون راح يصير ماينس 80 دي بي بير. اوكي okay.